صباح الخير، أنا جيسيكا، خادمة ومسؤولة عن فريق التمثيل في كنيستي. عايزة أقول لكم إن أنا جاية لكم النهاردة بموهبتين أجمل من بعض. واحدة اسمها إيريني والتانية اسمها مهرائيل. إيريني مدحت ومهرائيل مدحت، الاتنين حبوا يقدموا لكم سكتش صغير بما بيعبروا بيه عن حالة الأرض وحالة العالم في الوقت اللي احنا فيه. الاتنين شايفين ان الست العذراء زعلانة مننا عشان مش بنلجأ لها في وقت الأزمات وفي وقت الشدة. ففي حديث ما بين مهرائيل مع الست العذراء، بتقولها زعلانة ليه. ايه ده، وانا هحرق لكم الفيديو؟ لا خلاص، تعالوا بقى نكمل مع بعض. Yeah.